وخلال استضافته في برنامج خاص بهذه المناسبة، أشاد العقيد الركن الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة قائد مجموعة المراسم والخيالة بزيارة جلالة الملك المعظم أيده الله للاستبلاط الملكية الجديدة، مؤكدا أن الموقع الجديد للاستبلاط الملكية دليل على حرص جلالته بأهمية تجديد هذا الموقع وإحيائه للاستبلاط الملكية، مؤكدا أن جلالته الداعم الأول لرياضة الفروسية وسباق الخيل في المملكة. تشريف كبير من جلالة الملك المعظم وقدومه لهذا الاسطبل ولهذا الصرح الكبير الذي يحتوي كثير من المعالم البحرينية الأصيلة، وكان قدومه مبارك حقيقة، وباركنا وسعادتنا أكثر بشوفته، الله يطول في عمره. البحرين وتاريخها في الخيل، البحرين هي عندها مقومات تتميز بها، مثل عندك الماء وعندك البرسيم وعندك الرعي في ذاك الوقت يعني نتكلم عنه، وكذلك العوم، فهذه سببت وجود الخيل في البحرين. ولكن عن المكان اللي انت تفضلت عنه اللي هو فصخير، اي نعم، فصخير يعني يحتوي من في خلفه روضة ام الرمل كانت فيها السباقات تقام، والمجاهيد وغويبرات اللي هي الان عوالي، بعدين طال عمرك عندك الرفه اللي الان كان فيها سباق، كانت موجوده في هذا المكان، وفي خشم رشيد. خشم رشيد الله يسلمك هو بدايه وهم نهايه، وبعدين طال عمرك وادي الضبعه اللي بين الجامعه وبين مدينه حمد، فهذه الاماكن طال عمرك هي ارض للخيل، فيها المعذر هو مكان الرعي الخيل. فمن انسب الاماكن اللي كانوا اجداد او الحكام السابقين يتواجدون الآن، خيلهم تتواجد هناك. أما الآن جلالة الملك الله يحفظه وجدد الموقع، أن عادت الخيل مرة أخرى إلى موقعها هذا.